بالنسبة للنساء المتزوجات واللي يبحثوا عن حلول للارتخاء اللي بيحدث في منطقة المهبل بعد الزواج أو بعد الإنجاب، ممكن أن يكون جهاز الأكسجين 2 بديل جيد لهم، لأنه راح يجنبهم مخاطر التداخل الجراحي، راح يجنبهم المكوث في البيت إذا كانت امرأة عاملة، راح يجنبهم مخاطر التخدير العام للعمليات الجراحية، كونه هو يحتاج إلى من 3 إلى 4 جلسات بفاصل زمني بسيط، ممكن المريضة أن تستعيد التضييق المهبلي بصورة جيدة وبصورة مرضية لها. بالإضافة إلى أنه للنساء اللي بيعانوا من السلس البولي، خاصة بعد إنجاب طفلهم الأول أو الثاني، ممكن أنه هذا يكون بديل جيد عن الجراحة، خاصة أنه هو بيعالج السلس البولي. وأيضا للسيدات اللي بيعانوا من تصبغات الخارجية أو من تهدد المنطقة الخارجية للمنطقة التناسلية، بيعالج التصبغات وبشد الجلد، فهو بديل آمن جيد بعيدا عن الجراحة، بيخلي المريضة ترجع تمارس حياتها الطبيعية بصورة سريعة، خلال 24 ساعة ممكن تمارس من حياتها الزوجية بطريقة طبيعية وتمارس كل نشاطاتها الحياتية بصورة عادية جداً.